دخلت منطقة صعبة شوية، مريبة أوي المنطقة دي. تلاقي ناس واقفة على الناصية، بنت واقفة على باب كده شكلها غريب، ناس زعقوا من شوية عشان ما مصورش. تعال. Where from? Egypt. What? Egypt. Egypt. Yes. بصوا التمثال ده جامد أوي، رهيب. يعني أنا متخيل جوني ديب واقف هنا. وصلنا أخيرا بورتوفينو. محدش ليه ايد في حاجة، الدنيا وقفت تماما وإحباط بقى، خلاص مش هنوصل. وفجأة لا، ده احنا ممكن نوصل. صباح الفل، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ هنتحرك بقى في جولتنا النهاردة، وهنطلع على مدينة ساحلية اسمها جنوة، ومن جنوة هنتحرك تاني على مكان تاني على الساحل بتاع إيطاليا. من ميلانو تقريبا هناخد ساعتين لجنوة، هناخد جولة هناك ونشوف الأجواء عاملة ازاي. يلا بينا نبدأ يومنا النهاردة في سلسلة خطيرة، وهي الرحلة البرية في إيطاليا من ميلانو لحد روما بالعربية. يلا بينا. شايفين مطرة؟ احنا في شهر كام بقى يا باشا؟ احنا في شهر اوف، يلا بسرعة، احنا في شهر ستة. احنا في شهر ستة؟ في اخر شهر ستة. يعني انا غالي ان اخر شهر ستة مطر عاملة ازاي؟ مش قادر. يلا بينا. قبل ما نبدأ بقى، لايك، سبسكرايب، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس. واجواء ساحل والكوست بتاع ايطاليا رهيب، نفسي ازوره من زمان، وافرجكم ان شاء الله كمان عليه كله. يلا بينا. طلعنا على الطريق السريع خلاص، قدامنا تقريبا ساعة ونص بالظبط زي ما انتم شايفين على الجي بي اس، ساعة ونص بالظبط ونوصل جنوة باذن الله. الطريق خطير، الناس محترمة في السواقة يا جماعة. طيب على الطريق بناخد تيكت زي دي الكارت، والبوابة اللي بعديها هنحاسب عليها. عايز اقول لكم الطريق بقى صعب شوية، مطرة رهيبة. بص المنظر. أجواء عالمية 100%. هي معرفش قلبت ليه بشتاء، أنا مش مستوعب، والله العظيم مش مستوعب. الجو صعب قوي. المهم ركننا، هنقف هنا ناخد قهوتنا بسرعة، وبعد كده نتحرك على طول. أجواء يا جماعة، أجواء الشتاء رهيب رهيب رهيب، أجواء مفيش كلام بعد الكلام. يلا بينا. جراتسي. قهوة اللي هي بتخش تقشعر الجسم وتضرب في النافوخ، والله العظيم. يعني واحدة اسبريسو ما شربتهاش مثلا من 3-4 سنين. خلصت قهوتنا، نتحرك على طول ان شاء الله. ان شاء الله الساعة الا ربع ونبقى في جنبة ولا جنوة، مش عارف بيروح. يلا بينا. طيب تعالوا بقى ايه، نجيب حاجة نلبسها عشان بصراحة بردان قوي، الجو برد قوي، ادفي نفسي سيكة مش قادر. ربنا استر، والله العظيم مقلق قوي. عربية بنت لذينة، ما حبيتهاش بصراحة. عربية اسمها دي ار، دي عربية ايطالية صينية، الصين دخلت في كل حاجة. يعني أي حد بيعمل حاجة أنا داخل معاك كده. المهم مش قصتنا، يلا نكمل طريقنا ونتحرك، فاضلنا ساعة الا ربع تقريبا ان شاء الله ونوصل هناك. شوية القهوة فوقوني بصراحة. يلا. هو مهما وصفت لكم جمال المناظر والطبيعة دلوقتي في الطريق، يعني مش هتصدق والله العظيم. جبال خضرة يمين وشمال رهيبة، احنا ماشيين بقى في وسطيهم، عمالين نلف حوالين الجبال دي كلها في وسطيهم. بص اليمين فيه ايه، الطبيعة عاملة ازاي الناحية دي، الناحية دي
من شويه اصلا كنا عاملين نلف بقى زجزاج حوالين كل الكلام ده. لا 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 وصلنا على البوابه تمام وهندفع الكارت كده. بس كده حطينا الكارت دفعنا ومشينا. وصلنا الركنه كانت صعبه فشخ، بقالنا مثلا 10 دقايق ربع ساعه بندور على ركنه. ركننا الحمد لله اخيرا في مكان كده بره المدينه شويه. بصوا جنوة ما فيهاش حاجه كتير تتعمل، فيها ميركاتو بيفتح كل اثنين وخميس، ده زي ايه يعني الوكاله كده، هدوم مستعمله دنيا فوق بعض. الحياه بقى اللوكال قوي بتاعه الطليان يعني. النهارده مش الاثنين ومش الخميس فمش هنعرف نشوفه، لكن في قريه للصيادين وفي مركب كمان عملوه لانه كانوا بيصوروا هنا فيلم امريكي اعتقد، وبنوا مركب بالكامل للفيلم ده فعاملينه زي مزار، فالناس بتيجي تزوره بتكت وتخش وتشوف الاجواء جوه. نروح لغايه هناك، بس انا بصراحه يعني مش متحمس ان احنا نقطع تيكت ونقعد نستنى طابور والقصه دي على مركب اتعمل للافلام يعني. هنشوف anyway، مش هنسبق الاحداث. تعالوا نشرب كوبايه قهوه في مكان رايق قوي متخصص في القهوه. طيب وصلنا بقى وسط البلد، بصوا الاجواء الشوارع كلها عامله ازاي. واقف جمال وراها مباني موصوله ما فيهوش كده غريب قوي. بص الحاره عامله ازاي، مش الحاره دي، حواري جنوة. ده بيبيع ايه ده؟ شكله جيلاتو. شكله جيلاتو، لا حلويات برضه، بس شكله خطير. زحمة قوي يا جماعة، انتوا يعني الناس ازاي بتقف طابور زي ده؟ طماطم بيورو ونص. طماطم عندكم بكام يا جماعة؟ البرتقال باتنين يورو يعني 100 جنيه، الاتنين كيلو باتنين يورو. اجواء انا مش لاقي الكافيه اللي احنا هنشرب فيه قهوة. اهو لقيته، هو ده. ايه رأيكم ده الكافيه؟ اوبا اخطر خطير. تعال نجيب قهوتنا. يو فروم هير ذس سيتي؟ يس. هاو اي كول ات ان ايطالي؟ جنوا. جنوا جنوفا. جنوفا 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 اوكي ذا جنوفا. عرفنا بتنطق ازاي؟ جنوفا بالفي. جرب قهوتنا الجميله، قهوه حلوه قوي. اخطر خطير حته الكرواسو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ودي بسم الله. مش كده الشمس طالعه كمان، يعني الشمس طالعه والمطر خرب الدنيا. ربيات لو سامع زي المطر. تحركنا اخيرا اخيرا، تحركنا وسط البلد هنا يا جماعه، رايقه قوي. القهوه اللي شربناها دي خطيره. بصوا بقى الاجواء، تشاو تشاو. البيتزا بتاعتهم حلوه قوي. ريتشارد بيتزا بالطماطم شكلها حكايه. بصوا بالبصل دي جامده قوي، حكايه بصراحه. ترميسو بس عندهم شكلهم عندهم بورك كتير، لحم خنزير يعني. في سوق هنا تعالوا نخشوا برضو ده. تحس بقى ان انت دخلت ايه، والله مكان غريب، تحس ان انت ماشي في الهند. والله مش بهزر، بس الارض عامله ازاي. والله حتى ريحه الاكل. جيلاتو طوابير، طوابير يا باشا، جيلاتو عليها طوابير. الشمس طلعت بقى والمطر خفت شويه، خلونا نشوف الاجواء. وصلنا بقى للمينا بتاعت جينوفا. لا
ناس بتركب من هنا بتطلع من هنا العباره، العباره تلاقيها بقى من الناحيه دي تمام. في عباره هناك ايه تاني اللي اعتقد هناك دي كروز مش عباره، ده المركب اللي قلت لكم عليه. هنقرب منه كده شويه افرقوا عليه من بره، وزي ما قلنا لو التيكت في اللذيذ منه، مش في اللذيذ منه والله، بس يعني لو يعني انا قريت الريفيو بتاعته بصراحه، وبيقول لك ممكن تحجز دلوقتي تخش بعد 4 ساعات حاجه كده، وما بيقولوش بقى بتفضل متذنب وبتاع، ف مش حاسه للريكومندد قوي. هنسال، لو قال لك هتخش دلوقتي حالا ندخل، لو قال لك بقى بعد وقت كبير والهرس ده مش هندخل. اهو دوس في الميه. المركب اهو. اوه اجواء اوف جامد والله، المركب حلو لذيذ قوي. ده ايه ده تقريبا بتاع، شكله كان بتاع الكراسنت الكاريبي ولا ايه؟ يعني انا متخيل جوني ديب واقف هنا، جاك سوبارو، الكابتن جاك سوبارو ب6 يورو و4 يورو. اوف المدافع ايه؟ والله شكلها جامد فشخ. اعتقد من 12:30 ل1:30 مقفول. الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 2 وشويه مقفول. نشوف دول هيعملوا ايه. عايز اوريكم موسم الصيف عامل ازاي. اسطبوره قد ايه؟ في اكواريوم هنا الناس دي كلها عايزه تخشها. قابل بقى. فموسم الصيف بصراحه في اوروبا غير ان هو غالي ومفيش سكن كتير، يعني في سكن كتير بس كل الاسعار بتغلى. كل الاكتيفيتي بقى طوابير زي ما انتم شايفين، الاكل طوابير، كل حاجه طوابير. طيب في قريه صيادين هنا في جينوفا مشهوره تمام. تعالوا نروح، بس هنحتاج ناخد العربيه ونسوق تلت ساعه مثلا كمان. عجبني المدن القديمه في اوروبا الارضيات بتاعتها بتبقى حجاره زي كده. بص عامله ازاي، الشارع ضيقه كالعادي يعني زي، بس ما تحسش ان هي عشوائيه رغم ان هي يعني بصوا البيوت لازقه في بعض، بس ما تحسش ان هي عشوائيه. في يعني دايما عاملين شارع الناس ماشيه فيه، مفيش عربيات كتير، حواري ضيقه. يعني بصوا هنا الحاره عامله ازاي، بس عادي يعني نضيفه الدنيا. هنا مفيش حاره؟ مفيش حاره. 980 مبنى الولاده 900. ياه ايه الجمال ده. بص الحيطه دي هتعمل ازاي؟ عايز اوريكم حاجه هنا في اوروبا مشهوره ومعروفه، هي الاماكن اللي زي دي تغسل فيها هدومك. بتيجي مفيش حد اصلا، هيلبر سيف، تيجي تخش تمام، بتدفع الغسله تقريبا ب5 كوينز. التفاصيل كلها تغسل ازاي. ده حد هدومه خلصت. بس كاتبين بالعربي. انا بالنسبه لي ده اكل يعني. ما اقدرش اشوفه على الارض كده، ببقى تعبان نفسيا. ده هنشوفه في فوش كده محشي، تشقها نصين، تمصمص عظمها. الله مين بيحب الحمام يا جدعان. دخلت منطقه صعبه شويه اللي انا فيها دلوقتي. شكلها مريبة قوي المنطقة دي، يعني فيها مخدرات وفيها حاجات تانية تقريبا. كل شوية كده تلاقي ناس واقفة على الناصية، بنت واقفة على باب كده شكلها غريب، ناس زعقوا من شوية عشان ما مصورش. كل المنطقة اللي ورايا دي نخرج منها على طول. نطرة خرب الدنيا. شوارع غريبة قوي، بس مطرة من الدقيقة جاية تاني. نقف سيكا ناخد نفسنا، كلها مطالع ومنازل. أحلى حاجة بقى وأنت ماشي على رجلك إيه؟ في المدينة وبتستكشفها، كل شوية تلاقي نفسك في حتة جديدة. يعني بص المدينة عاملة إزاي؟ رهيب بصراحة. نافورة جامدة جدا، كبيرة فشخ، المايه بتنزل انت ماشي في وسطيها.
المهم بصوا التمثال ده جامد قوي رهيب. اوي انت جامد. مدينه كلها مطالع ومنازل وحاجه بنت ما حدش يجي هنا. لا بجد احنا بنستكشف وكلنا بنتعلم من التجارب بتاعتنا. مش زعلان ان انا جيت هنا بس هي ما فيهاش حاجه انت تيجي تعملها بصراحه. يعني مدينه عاديه جدا جدا اقل من العادي. غرقت ميه معايا اعتقد جاكيت للمطره. هجيبه العربيه ونتحرك بقى على طول على قريه الصيادين. بصوا الجو يجيب لنا جنان والله العظيم. الجو يجيب جنان. بص الشمس طلعت خلاص بعد المطره دي كلها. في ايه في ايه يا جون جن جن جينوفا جينوفا جينوفا؟ من جوه المدينه الاولد سيتي عاديه جدا، لكن من بره على الكوست على البحر رهيبه. وصلنا القريه كده بره المدينه، كل ده تعتبر تبع جنوا يعني. بص اصلا الحي اللي احنا ماشيين فيه عامل ازاي. اوه المهم نزلنا من تحت ادي القريه، بس طبعا المراكب كلها مغطينها عشان ايه حضراتكم، عشان الجو متدمر تدمير. الفيو من هنا بقى حكايه. المكان ده اصلا شط ناس بتنزل تقوم فيه، والمفروض ان احنا صيف وجايين نعوم. انا المايوه في العربيه. بس لابس ايه يا جماعه؟ مش كده، اللي مركز في رحله اوروبا لو سمحتوا يخف عليها شويه شويه قد كده والنبي، عشان الرحله تكمل وتبقى لذيذه ولطيفه ونفرجكم على اماكن حلوه. الصيادين اختفت، كله هرب، بس الفيو المباني شكلها حكايه بصراحه ما زال يعني. بس طبعا ضباب كل ده، كل دي جبال خضراء يا جدعان، كل دي جبال خضراء مش باين منها حاجه. تعملوا كده ليه؟ يلا الجو في العالم كله اتغير خلاص، اتدمر تدمير. انا مش مصدق، انا مش مصدق اللي بيحصل ده، والله ما مصدق. انا جاي اعوم، انا جاي اعوم هنا. بصوا المنظر. طب اللي مش متخيل، انا هسيب لكم صوره من المكان في الصيف شكله عامل ازاي. ده من احلى الاماكن اللي موجوده هنا في الجزء بتاع جينوا. اللي يجي جينوفا يجي قريه الصيادين. برضو لو حد عايز اللوكيشن بتاعها هسيبها لكم تحت. وازاي تجوها؟ الكنيسه اللي فوق خالص، تنزلوا من عندها من عند السلم تلاقوا نفسكم هنا. المفروض صيف تنزل وتعوم وتبلبط وعيش حياتك، وفي لايف جارد، الدنيا في الاجواء. دلوقتي المطره بتمطر، لابسين. احنا في اخر شهر 6 في اول 7، يعني نروح فين تاني؟ ماشي، وتعالوا بقى ايه في 7 8 بعد كده بقى، تعالوا في 8. طلعنا من هنا. المفروض الخطه الجايه زي ما اتفقنا هي رحله استكشافيه. بنشوف هتودينا على فين، يعني اهم حاجه بندوس في الاماكن. الجو ما كانش احسن حاجه، طبيعي. يعني لازم ناخدها بصدر رحب. اعمل ايه طيب؟ يعني انا حلم حياتي ازور بورتوفينو، بس خلينا واقعيين ان كله بوقته بجد. يعني انا مثلا قعدت 5 سنين كان نفسي ازور تركيا مش عارف ازورها ولا مره، لغايه لما جت زرت تركيا دلوقتي يمكن اكتر من 10 مرات. جورجيا نفس الكلام. جورجيا انا مره عملت التاشيره وراحت عليا مرتين، ملهاش وقتها ما جاش. فبورتوفينو انا هعدي الطريق من بره ومش هنزل جوه. مش عارف اقول لكم ايه. هو عادي، بس انا جعان بعد يوم صعب من السواقه
يوم صعب من المطرة، يوم صعب. ازاي نحول النفسية من الدنيا بتبوز اللي هنعمل ايه؟ انا عم بفكر من الصبح هعمل ايه في السيتويشن ده، فقلت اكل الاول ونفكر مع بعض نشوف هنعمل ايه. زحمة حلوة قوي. طيب اللي احنا قلناه ده ساندويتش شاورما مشهور قوي هنا تركي، يعتبر مفروض لحمة حلال، قالك مختومة ومدموغة حلال. ايه بقى؟ معاها سلطة ومعاها شوية بطاطس صغيرين، بتلاقوها كتير في اليونان عشان قريبة من تركيا، تركيا طبعا وإيطاليا وألمانيا، بتلاقي الأكل دي كمان موجودة كتير في ألمانيا. عموما لما تزنوا في أوروبا اكتب دونر، اكتب أكل تركي، اكتب أكل حلال، هيطلع لك أقرب مطاعم ليك تعمل الكلام ده. سيبنا اوكي اجواء كنا وخلصنا وظبطنا. انا هو لطيف بصراحه. الو ناس بالجلاشه. Where you from? Egypt. What? Egypt. Egypt. Yes. Mi fratello. Thank you. Come ti chiami? Sheriff. Scrivilo te. Sheriffo. E non Sheriffo? No, conosco. When? Next week. Next week? Yes. Okay, my brother. Okay. Good day. Ciao. Ciao. ناس لذيذة في إيطاليا بصراحة. شعب لطيف، خصوصا بقى ايه في الجزء الجنوبي الشمال يعني. المهم هنروح ناخد عربيه دلوقتي. شكلي زعلان قوي. لا والله مش زعلان ولا حاجه، متضايق شويه طبعا، محبط سيكا عادي، لكن خلينا نقول ان كله بوقته وما حدش عارف الخير فين، يعني ما حدش يعرف ابدا الخير فين وايه اللي مكتوب. فانا قررت نطلع على بيزا، كده كده هنعدي، هنبقى ماشيين على الساحل او الكوست يعني. عرفنا نقف هنقف، ما عرفناش نقف هنكمل لحد بيزا، وبعد كده ناخد بعد بيزا مدينه واقف الجمال والروعه. اللي يعرفها او اللي عرفها دلوقتي يكتب لنا على طول في الكومنت عشان تشوفوها ان شاء الله الفلوج اللي جاي. يلا سلام. فيو رهيب يا جماعه، والشمس طلعت، الشمس طلعت، الفيو حلو. مش عارف والله ما عارف، خلينا كده نوصل لغايه بس ايه قرب بورتوفينو ونشوف الدنيا هتقول لنا ايه. البحر الناحية دي، البيوت الناحية دي، أجواء رهيبة. يا إيطاليا يا إيطاليا، إيه الجمال ده؟ بصوا لسه حاطين بنزين دلوقتي، والبنزينه اللي انا واقف عليها منها البورتوفينو بالظبط بالظبط ربع ساعه، فنجرب ونحاول. والوقت هيبقى ضيق بصراحه، الوقت ضيق قوي دلوقتي، بس خلونا نجرب ونشوف. تعالوا نعمل محاوله، لو لحقنا لحقنا، ما لحقناش خلاص هنعمل ايه؟ لو الدنيا ضلمت علينا هنعمل ايه؟ تعالوا نحاول يلا. وصلنا بورتوفينو، اجواء رهيبه، وصلنا اخيرا بورتوفينو. بس ايه بقى، يعني وصلنا متاخر بصراحه، الساعه داخله على 7، الجو كان مطر طول اليوم طول النهار، ظبط شيء غير دلوقتي. بس خلونا ناخد جوله سريعه بورتوفينو، يعني مش هنشوفها حته حته، كان نفسي نلفها ونشوف الخبايا بتاعتها زي ما عملنا في ميلانو المره دي، لكن خلونا نتفرج على بورتوفينو في الشقة اللي فاضلين لنا هناك ونشوف الأجواء عاملة ازاي. اوه هو ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ أجواء رهيبة. ودي بقى ويلكم تو بورتوفينو. اوف ايه البيوت دي؟
هسيبكم بقى في شوية لقطات جميلة سريعة من بورتوفينو قبل ما نتحرك من هنا. انا مبسوط قوي كده كده ان احنا وصلنا هنا وقدرنا نحقق والله كان نفسي اجي هنا والحمد لله اتحققت. انت بقى يعني ما حدش ليه ايد في حاجه، الدنيا وقفت تماما واحباط بقى خلاص مش هنوصل، وفجاه لا ده احنا ممكن نوصل. انا وصلت لغايه الطريق بالظبط، حطيت بنزين وبعدين لقيت الدخله اليمين بتاع بورتوفينو، دخلت وكملت فيها عادي وكملت. عايز اقول لكم من ضمن الخطه كنا نطلع القلعه دي واوريكم الفيو من فوق عامل ازاي، بس ان شاء الله المره الجايه. فاللي يجي بورتوفينو لغايه لما نعمل فيديو جاي يطلع القلعه دي هيشوف فيو من فوق حكايه للساحه دي كلها، شكلها غايه في الجمال والروعه والروعه. مبسوط شويه يا جماعه، معلش قدروا ان انا مبسوط. مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. خلص فيديو النهارده، مبسوط قوي ان احنا ختمناه من بورتوفينو. وصلنا بعد بقى يعني الجو كان عاصفه ومطره وكفاح وقلنا مش هنيجي السنه دي وحلمنا نيجي السنه الجايه، لكن بذلنا مجهود قليل قوي ووصلنا اللي كنا عايزينه. يمكن ما غطيناش ما لحقناش، وفي حاجات كتير كنا عايزين نجيها في بورتوفينو نتكلم عنها ونشوف شكلها عامل ازاي من ضمنها القلعه اللي فوق، لكن تتعوض. لكن جينا وصلنا وشفنا المكان، خدنا فكره الطريق لهنا التلت ساعه الاخيره دي واحنا نازلين لغايه بورتوفينو، انتوا مش متخيلين الطريق عامل ازاي، ايه الجمال ده. يعني لو ده بس في الرحله كفايه، والله العظيم بس كفايه. شكرا ليكم على متابعتكم، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله من السلسله بتاعه رحله ايطاليا البريه. ان شاء الله هنوصل النهارده باذن الله بيزا على طول، هنعدي بقى كل الساحل مش هنقف فيه تاني، مطره رهيبه اليومين حتى الجايين، الفوركاست نفس الكلام. يلا سلام، اشوفكم فيديو جديد، مش تابعونا كالعاده، فين بقى الشير وفين بقى السبسكريبشن، انا معيشكم مع الاجواء كلها اهو. يلا اشوفكم الفيديو الجاي.